اجمل حاجه في اي دوله ان هي تشتغل مع المواطنين بتوعها بالحقائق وبالصراحه وبالشفافيه، مش بالكذب وبالتضليل بتبنى البلاد والامم خالص. الكذب والتضليل بيخلوا البلد تقع ويخلوا المواطن ما عندوش لا مصداقيه ولا عنده ثقه في حكومته اللي بتحكمه. طيب انا عايز ابدا معاكم بالخبر ده لانه خبر مهم جدا جدا. الخبر بيقول الناس بره اهو، بصوا يا جماعه ده وزير الماليه، وزير الماليه بيقول ايه؟ علينا كمصريين ما نضيعش بلدنا، واللي بره بيحسدنا على اللي احنا فيه، ويتحدثون عن تواجد استقرار وامن وتنميه وخلق فرص عمل رغم الظروف الصعبه التي نمر بها. هي الناس فعلا بره بتحسدنا على الوضع اللي احنا فيه كمصريين زي ما وزير الماليه كده بيقول؟ بيقول يتحدثون عن تواجد استقرار وامن وتنميه وخلق فرص عمل رغم الظروف الصعبه التي نمر بها. تحس ان الخبر فيه حقيقه واحده بس، ان احنا فعلا عندنا ظروف صعبه بنمر بيها. طيب وزير الماليه لما يطلع ويتكلم ويقول هذا التصريح، يا ترى بقى السؤال الاشمل والاهم مش موضوعنا خالص محمد معيط ولا وزير الماليه، ولكن احنا موضوعنا هو احنا فعلا عندنا رقي في التعليم؟ عندنا رقي في الصحة؟ عندنا تقدم في ازدهار اقتصادي؟ عندنا يعني علامات ضخمة في بلادنا العالم كله بيبص علينا وبياخدها نموذج ونفسه يطبقها في بلده ويشيد بالتجربة المصرية الاقتصادية مثلا، التجربة المصرية العلمية مثلا؟ عندنا نهضة في التعليم، عندنا نهضة في الطب، عندنا نهضة في أمور كثيرة جدا في مناحي الحياة العالم كله بيحسدنا عليها زي ما الحكومة المصرية بتتكلم؟ اوعى تدخل معايا النهاردة وتعلق على تصريح محمد معيط كمحور للحلقة خالص. احنا النهاردة عايزين نتكلم بشكل أشمل وبنقول ليه السلطة المصرية بتروج وبتدعي إعجاب العالم، إعجاب العالم بينا. السلطة المصرية تروج لنفسها تمام وتدعي إعجاب العالم بنتائج ما قدمته السلطة والنظام. إن كان هناك تقدم فسيراه الناس، وأول من يشعر بهذا التقدم والازدهار والرقي المواطن المصري، المواطن المصري اللي بيكح تراب، المواطن المصري اللي مش لاقي مستشفى، مش لاقي تعليم، مش لاقي حاجة. المواطن المصري واقف في الطابور عشان يدفع فاتورة فشل حكومة. فهل يا ترى ترويج الحكومة لنفسها فعلا البلد فيها مشاريع عملاقة؟ طيب هل يا ترى العالم معجب بأداء مصر؟ ده النهاردة هنحاول نشوفه مع بعض من خلال النماذج اللي احنا شفناها وبنتابعها. ومش محمد معيط زي ما قلت لك هو موضوعنا، لا ده انت عندك وزراء وشخصيات مهمة كتير جدا بدأت تتكلم عن نجاحها، زي مثلا طارق شوقي وزير التعليم السابق لما قالك ايه طارق شوقي؟ بريطانيا تسعى لنقل تجربة مصر في الامتحانات الإلكترونية. ده انت يا طارق ما شفنالكش تابلت يا راجل، يا راجل ده احنا ما شفناش حاجة في التعليم غير تسريبات امتحانات، غش طلبة في الامتحانات من خلال التسريبات، مشاكل بسبب الدروس الخصوصية، مشاكل بسبب ان الناس دخلت الامتحانات ما عرفتش تعمل اي حاجة. فيقوم يقول لك بريطانيا بحالها تسعى لنقل تجربة مصر في الامتحانات الالكترونية، وانا كنت فاكر ان محمد معيط بس، ده طلع وزراء كتير.